لكل المشاهدين، مساء الخير لكل ضيوفي، ومساء الخير للضيفة التي ستحسم. بدون زعل وشعاره الدائم، هيدا رأيي وهيدا موقفي من هيدا الموضوع. مواضيعنا ليلة ثلاثة، البداية رح تكون هل الجنس على الشاشة للثقافة أو للإثارة؟ موضوع تاني رح يكون قل كلماتك وامشي، في السياسة، في الدين وفي العلاقات الثنائية. والموضوع الثالث رح يكون هل تعرف عيوبك ومستعد للتصريح فيها؟ ولكن دائما البداية بتكون مع روبورتاج السريع. قرر زوجان بريطانيان إلغاء شهر العسل حتى تتوافر لديهما الأموال لدفع تكاليف علاج كلبهما المصاب بمرض السرطان. فالكلب في حاجة إلى عملية جراحية وعلاج كيميائي تفوق كلفتهما 12,000 دولار. الرفق بالحيوان كلف هذا الثنائي شهر عسلهما. في لبنان ماذا يكلف الرفق بالإنسان؟ وجدت دراسة أن الإحساس بالطعم المر دليل على قوة المناعة، مشيرة إلى أن بعض المركبات المرة يمكن أن تستخدم لتنشيط جهاز المناعة. بعيدا عن المناعة الجسدية، ما هي التجربة المرة التي أكسبت ضيوفنا مناعة للشخصية؟ اكتشف علماء الفلك كوكبا ضعف حجم كوكب الأرض يشكل الألماس المكون الرئيسي فيه، وقدرت الدراسة أن ثلث كتلة الكوكب على الأقل بما يقدر بنحو 3 أمثال كتلة الأرض قد يكون من الألماس. فمن من ضيوفنا الأكثر حماسا في الوصول إلى هذا الكوكب، وما هو مصير الألماس الذي سيقع بين يديه؟ أجرت مؤخرا منظمة الصحة العالمية دراسة أظهرت أن أكثر من 450 مليون في العالم يعانون اضطرابات الصحة العقلية. أكثر من 75% منهم يعيشون في الدول النامية. ترى ما عدد اللبنانيين الذين يعانون بمثل هذه الاضطرابات؟ وأي مناصب تحتل المراتب الأولى؟ ما زال المصور الأمريكي دانيال كوكلا يستغل إقامته بجوار حديقة في جنوب ولاية كاليفورنيا ليقوم بعدة مشروعات فنية رائعة، آخرها وضع مرايا ضخمة على حوامل ينعكس عليها جزء من المشهد الطبيعي، بعدها يقوم بالتقاط الصور للطبيعة والانعكاس على المرايا في نفس الصورة. المرايا وضيوفنا، ما قصتها؟ كم مرة ينظرون إليها في اليوم؟ ماذا يقولن لها وماذا تقول لهم؟ فادي مساء الخير. الخبر بيحكي عن منظمة الصحة العالمية وعملت دراسة على الأوضاع الصحية العقلية، ولقيت أنه في 450 مليون شخص بالعالم بيعانوا من اضطرابات بالصحة العقلية. من شو بيعانوا اللبنانية كاضطراب نفسي بكل بساطة؟ من شو؟ إذا بنحكي عن اضطراب نفسي، كوننا قضينا كتير ولازلنا مستعدين نقضي بشكلنا، من شو بنعاني؟ بنعاني من اضطرابات كتير كبيرة. أبرزها؟ أبرز التعصيب. في ظاهرة أنه ما كتير نتقبل بعضنا ونثار جدا على الآراء اللي ما منحبها، فوكأنه أنه لازم نكون كلنا فرد رأي، وهيدي هيدي مسألة جدا. هيدا عطب عقلي أو عطب نفسي؟ أكيد مش عقلي، أكيد نفسي، ناتج عن المشاكل اللي مرقنا فيها بالمجتمع اللبناني على مدى سنوات طويلة، ونتيجة الحروب ونتيجة المآسي. إذا بدي أحكي فادي بشفافية وبوضوح، يعني أنت شخص عايش بالبلد بتقول لو أنا بصح لي طبب هالفريق بعطيه حبة بتعمله هيك، وهالفريق بعطيه حبة بتعمله هيك، كيف بتعالج اضطراب النفسي لـ8 والاضطراب النفسي لـ14 أو العقلي حتى لـ2؟ أنا بعتبر إنه كلنا شعب واحد، إن كنا 8 ولا 14. حلوين هولي فادي، حلوين، بس شو بتعطيهم أي حبة؟ لشو بحاجة 8 ولا شو بحاجة لـ 14؟ أول شيء نتقبل بعضنا، نقعد مع بعضنا بطريقة نفهم بعضنا مزبوط، نحاول إنه كل واحد ياخذ الزاوية اللي الطرف الآخر فيها، ويجرب يفهم ليش خايف منه، يصير في شوية ثقة، وقت بصير هالحوار هيدا التفاهمي بيصير في شوية ثقة بين الطرفين، وممكن نتطور، بس ولا مرة رح نكون مثاليين. بس بحكم انه نحن معطوبين، ما في شك انه هالفريقين اصلا معطوبين، لانه هن كمان معطوبين. لا، وين العطب؟ لا، المعطوبين بالمعنى يعني ما عم بهاجم حدا، نحن كلنا بالعطب سوا. نعم، المشكلة اللي موجودة، بس انه شو المشكلة الموجودة اليوم؟ هي مش مشكلة بس اليوم، هي مشكلة على مدى سنوات طويلة، وكان قبل ما يكون في 8 و14، وكانوا 8 بين بعضهم مش مع بعضهم، و14 عطب مستمر.
طبعاً هي مبنية على نفسيتنا وعلى بلدنا. طب شخصية سياسية برأيك تصلح لأن تكون طبيب نفسي، بمعنى يا بتضحكنا أحيان يا بتروقنا أحيان يا بتكون تقريباً متقاربة وجهات النظر عندها من الميلتين، مين هو الشخص اللي بيزبط يكون المعالج النفسي للحالة اللبنانية؟ ما حدا، ما في حدا بيقدر يعالج نفسيا. ولا حكيم؟ عند السياسيين ما في حدا بيعالج نفسيا. هيداك طرح بيعالج الحكيم بيعالج بالسياسي بس مش بالنفسي. مساء الخير منير. مساء الخير يمين. منير الخبر بيحكي عن المرايا، ما حفوت بتفاصيل المصور وهيك، بكل بساطه كيف علاقتك مع المرايه؟ علاقه طبيعيه، لانه كل واحد بيطلع الكاميرا بده يشوف حاله، بالمعنى انه بده يشوف كيف طالع بكل صراحه، سواء كان انثى ام رجل. شو بتقول لحالك بالمرايه؟ بقول كثير اشياء يعني، بس لحتى اشرح فكره، انه نحن اهل ما بنقول مشاهير بس اهل الاعلام والفن وما شابه، اذا انت ما شفتي حالك قبل ما يشوفك الاخر بدك كمان تحكمي على حالك، وهذا الشيء بينطبق على الرجل كمان مش بس على الانثى. علاقتي بالمرايا بشوفك اليوم بالمرايه، يعني اصلا انا بكل زاويه من البيت في مرايه بكل صراحه. هيدا شفافية ولا انتفاخ؟ لا انتفاخ ولا شفافية، طبيعة عملية. لأنه بحاجة للمراية لشوف كرامات تبعيتي قبل ما انطلق على اليوم كثير حلوة، كم مرة شايفة؟ اليوم كم مرة شايفة؟ لا ما كثير، الحقيقة فكيت لبستها وجيت، قلت كرمال ريما حلوة عن جد عن جد حلوة بقى، وغيرت هيك على الألوان مشان ما تقولي لي أزرق ولا أخضر ولا يعني أنا في فريق زهر هلا حيطلع بقى مع النساء، يعني انت هيدا يعني للمهنه أنا يعني تدعم النساء باللون الجرافات. النساء اصلا هن قيمه مهمه جدا بحياتي. طيب مين من الاعلاميين برايك مرايته كثير كبيره او مرايتها كثير كبيره؟ في كثير حقيقه، بس ما تقولي لي اسماء، بس انا اذا اعطيتك صفات فيك تعرفي مين قصدي بالمعنى السلبي للمرايه، اللي شايف انه بس هو حاله اعلامي وغيره منه اعلامي، او هو اللي على حق وغيره مش على حق. أو هو اللي بيفهم وغيره ما بيفهم، هو بيقدر يحلل صار وغيره ما بيقدر يحلل، يعني بس في عندك ستيل إعلامي هو أو هي يعني مريتي يا مريتي إذا بلقط اللي أحلى مني بدي أقتله مثل القصة يعني؟ لا بعتقد بالبلد، لا بالبلد ليكي بلد صغير مثل ما كان عم يحكي الحكيم وأكيد نعرف آراء الأصدقاء، البلد كله كاشف كله، فما حدا يتفلسف على الثاني ولا يقول مريتي انا بتاكل لك مريتك او بتاكل لك بسينتك او هالاشياء، يعني كله شو معناتها بس تطلع بالمرايه وتكون عم تحكي على التليفون؟ يعني انه انا لازم اعمل هالشغله وشوف حالي، يعني شوف حالي بالمعنى الايجابي، ولازم رد على التليفون لانه هيدا كمان ضروره التليفون. وشو رايك باللي بيشلحوا بيلبسوا على المرايه؟ شو رايك باللي بيشلحوا بيلبسوا اصلا يعني؟ ضروره على المرايه؟ لا على المرايه كارثه، لا مش لهالدرجه، مش لهالدرجه، لا مش لهالدرجه. كارول مساء الخير. اهلا فيك ريما، موافقه معه؟ لا اللذيذ هالايام منير، او شيء مساء الخير. مساء الخير للجميع. كارثه مش نحن بنطلع على المرايه، الكارثه المرايه اللي بتقلنا انه انتوا اجمل ناس. ايه انت وما في غيرك، يعني مرايتي يا مرايتي صحيح مثل ما سالت. ايه الخبر بيقول كارول انه الدراسه بتحكي عن الطعم المر اللي بيقوي المناعه وبهالمعنى، انت برايك المروره عن جد بتقوي المناعه؟ المروره من اي يعني الكفوف من العالم بيتعود الواحد. اول كف بيوجع، ثاني كف مش الاكل، مش مر الاكل يعني. لا يعني الاشياء المره بتمرق بحياتنا، اهم شيء بالحياه الاشياء المره، لانه اذا ما بدك تذوقي طعم المر بالحياه ما بتعرفي قيمه الطعم الحلو. طب برايك الجمهور عنده هذا الشيء؟ بعلمه لبنتي انا ولاولادي، يعني كثير مهم. بقول لها مامي طب تنقول اذا كل نهار بعطيكي عسل مثلا، بتاكلي عسل؟ عسل اخي. بتقلي مثلا مامي جعبلي شويه ملح تدوق هيك، بتقلي لا مامي يو رايت. سو كثير مهم بالنهار تاكلي كف حتى وقت تعطيكي ورده حتى لو ما لها ريحه تعرفي قيمتها. فانا بالاكل كثير باكل اوقات اشياء مش طيبه حتى بس ذوق اشياء طيبه اعرف قيمتها. برايك الجمهور عنده مناعه على فن الكتاف والافخاذ؟ الجمهور او ما عنده مناعه؟ صار كثير ذكي الجمهور. برايك عنده مناعه؟ كيف لك؟ طب ليش ضاربين الاسامي اللي بيشلحوا؟ بهالايام الناس اللي عم بيتعروا اذا بدك ما بقى عندهم حشمه، يعني ما بقى صار يعني ما بقى عم نستحي منهم، او يعني ما بقى عم نشوف حدا معرر قد ما صارت كل العالم عرات. أيه. اذا بدك نادي عرات صار العالم كله. أيه. ما بقى عم نشوف، يعني صار هلا اللابس عم نقول يي مسيو انت لابس او مدام يي سوري. ايه مدام سوري الناس بتستان عليكي او شيء مثلا سوري. بس حدا مثلك بيغني وصوته حلو كارول. أيه. ما بينزعج احيانا انه ما بقى في شيء عم بيزعجني ريما؟
صار عم بيزعجني هلا من امس حصرت لابسه جلد تمساح وصار عم بيزعجني هالايام الوضع الشواذ بالزعماء يلي هن حاسين حالهم صح والشعب صار عم بياكل من الزباله وصار طبيعي. بس في زعيمات الفن كمان اذا بدي احكي بالفن. الفن ما بقى فرقاني معي، ما بقى فرقاني معي فن. بشو مناعته اكبر من مناعتك هذه؟ صار هادي حرام الصيت انه هو المعصب وهو العكس التيار وانا الرائعه، لا صار العكس صحيح. انا هلا هالايام عن جد لو معي فرد انا بالحبس هلا. الحمد لله ما معك، معك شيء محل او شيء؟ زيحوا شباب. يوسف مساء الخير. مساء الخير. اكتشف العلمة كوكب الماس، بهمك الموضوع؟ انا بستغرب ليش المراه بالمطلق بتحب الالماز هالقد، غريب. انا بيعني لي مثله مثل الازاز. هلا شغله منيحه انه مشكله اذا اكتشفوه هذا وواحد في يسكن فيه لانه بطل فيه نساء عوج الارض كلهم بيطلعوا لفوق بيهجروا عليك كلهم. مش هيك اول واحد حيطلع لفوق هو انا؟ الا انا اخر واحد. ليه؟ انا ما بيعني لي الموضوع. بس انا مره ما بيعني لي. اذا بدك ترشح حدا من لبنان يطلع، بترشح فنان او سياسي او اعلامي يطلع على كوكب الالماز؟ على كوكب الالماز ما برشح حدا، يطلع اللي بده يطلع. برشح دكتور فادي يطلع. لا هيك بتاخر الاقلاع بيعلقوا عليها، ما تنقي حدا سياسي. ما يعني تركيبه التكفين. ايه ممكن، ايه ممكن اللي بهمهم الامور الماديه جدا. ايه كل حدا بهمه بس وكل نمط حياته وكل شيء بفكر يشتغله وينجح فيه ويطلع مصاري حتى يشتري شقفه ازاز، هي حلوه كثير بس انه بالنهايه انه هذه ماده يعني ماتيير يعني اذا هالشيء بجيب اذا هيك هذا الهم إيه؟ هو لازم يهاجر اول واحد. اذا هذا الشيء بجيب مال للبنان اي فنانه بترشحها تطلع تجيبه وتنزل؟ شو خاص المال بلبنان اذا بجيب مال للبنان واي فنانه ترشحها؟ لا اذا طلعنا جبنا شويه الماس من هذا الكوكب ايه وطلعت برايك فنانه يعني امينه نظيفه حتحطه مش بجيبتها لا يعني حتنزلنا اياهم لنا، ما احنا بعد سياسه نطمن كثير عم بتعمموا يعني انا بفهم كل حدا عم يصرخ والشواذ والصح والغلط واي فنانه لا التعميم بالامور الفنيه انا ضدها كمان ومع بالوقت ذاته مش عم بكون مثالي، في دائما صح وفي غلط، فدائما نحن نوصف انه الفنانات ليش في فنانين كمان طرقهم كثير فنانين رجال، طرقهم كثير موروبه وهمهم بس المصاري وما عندهم اي مضمون لا ثقافي ولا اخلاقي ولا فني حتى، وبيطلعوا بيظهروا بس تيطلع شكلهم او تيطلعوا لاهداف معينه، يعني مش دائما نقصف على المراه، المراه هي لانه اهين بمجتمعاتنا نحن شريين والمراه هي ال تابو. بس يمكن لانه بارز اكثر او في وصول اسرع او في شيء شايفه اسرع بكثير من الرجل فكل الممنيح يطلعوا على الكوكب. في هالصفه بنيكول ما بتتقل الالماس، ما هذا موضوع كثير شخصي اكيد بوافق. عم بحكي بايجابيه شخصي، موضوع شخصي بوافق عليه على العمياني. شو هي الصفه اللي ما بتتقل الالماس؟ كلها وخياري لها ما بيتتمل. حطيت حالك بالدق طبيعي. مش معقول شو اناني. تش بدني هي احلى شيء. وينك يا هادي؟ هي احلى شيء فيها انا. لا هي احلى شيء فيها كل شيء فيها فعلا يعني انا عندي منظار خاص كثير يعني ما في نائب شو بيقولوا حبيتها احلى شيء فيها هي انت حلو حلا لايك فكل واحد ما بيقول عن زي تيتو اجرين يعني هذه ما بحكي عن هيك ليش ما احلى شيء فيها كل شيء. بنسلم على نيكول وبنقول لها ما تقبلي انه احلى شيء فيك هو لا. بريك وبعدها نكون مع اول محور لليله. حبيت الجنس على الشاشه هل هو للتثقيف او للاثاره؟ لم يعد الجنس ذاك الغول الذي يخشى الحديث عنه، فقد أفرد له الإعلام العربي بكافة وسائله مساحة واسعة لطرحه ومناقشته، حتى إنه بات يعطينا موعدا أسبوعيا على أكثر من شاشة. وإذا ما أجمعت غالبية الآراء على رفع الحظر والسرية عنه، إلا أن انقسام المشاهدين حوله واضح،
منهم من يراه ضروريا لتثقيف الناس من منطلق التعرف إلى جسدنا واحتياجاته وأولها الجنس، ومنهم من يرى فيه تهييجا للمشاعر ومكانا غير آمن للبحث بحجة أنه يفتح العين على أمور لم نكن لنعرفها أصلا، إذ إن الشاشة ليست المكان الأنسب لنقل ما يجري في غرف النوم وحميمية العلاقة تحت ستار التثقيف. فهذا الأخير وبالنسبة لكثيرين مكانه الصحيح هو العائلة والمدرسة والكتب المختصة، وما زاد على ذلك كان من الشيطان. ألا نسمع جميعنا من أهلنا وكبار السن في بيوتنا يقولون يا عيب الشوم على هالحكي؟ لم يكن لدينا راديو ولا تلفزيون، وكلنا عشنا حياتنا طبيعيا وأنجبنا الأولاد، فهل فعلا عاشوا حياة طبيعية وعرفوا الجنس على حقيقته، أم أن العيب أيضا سيد الموقف؟ وماذا عن أولادنا اليوم؟ هل يمكن إخفاء الأمر عليهم في ظل انفتاح العالم على بعضه وما نسمعه ونشاهده من تحرش جنسي سيما بالأطفال وفي أكثر الأماكن أمانا؟ ما رأي ضيوفنا بالموضوع؟ وهل برامج الجنس على شاشاتنا غرضها فعلا تثقيفي، أم هي مصيدة هدفها جذب المشاهدين ومن خلالها المعلنين؟ وبغض النظر عن ما ستميل إليه دفة جوابهم، سؤال آخر لابد وأن يطرح: ماذا اليوم عن محاولات إلقاء الضوء على الحالات والظواهر الغريبة كليا عن مجتمعاتنا والتي نأتي بها ونعرضها على الشاشة؟ فهل الإعلام يعطيها شهرة لا تستحق؟ قبل ما نبدأ نقاش حول إذا البرامج الجنسية هي للإثارة أو للسقافة، خليني رحب بالضيفة التي ستحسم الليلة. ريما مساء الخير. مساء النور. رمروم. رمروم أحلى اسم، مش معقولة الغنج، ما بعرف ليه. نحن خرجنا نتغرب لبنان. ريما بريما، خبريني ريما انطباعك الأول عن الضيوف وعن مسار الحلقة. ضيوف من كل وادي عصا، ما في شك. في المعنى الإيجابي. الإيجابي بس أنه بياخد هيك شوي اختلاف. أيه. هالاختلاف ممكن هلأ على لونج، بعدني بأول فقرة على لونج، يمكن يفرجينا قد كل حدا جاي من عالم مختلف بتفكيره بالنسبة لتجارب وتراكم الأكيوليسيون تبع الإكسبرينس تبعه بالحياة. على لونج وأكيوليسيون وإكسبرينس. كارول إنجليش وإنت فرنساوي مصري. اللي عم بقوله كانت أنه تراكم التجارب عند كل شخص من ضيوفي كريمة، نعم، هو بيخليني أحس قد في اختلاف إلى حد شوي ممكن التناقض حسب الفقرات المتبقية. يلا خلينا نشوف التفاصيل. بس ما في شك أنه ثلاث محاور اللي طرحتيهم بحد ذاتهم كل واحد منهم بده حلقة كتير كبيرة، لأنهم كتير مهمين من صميم الواقع إذا بديك، بيشبهونا كناس مشاهدين عرب، كإعلاميين، كفنانين، وبنفس الوقت بيحملوا طابع كتير خطير. يعني كموضوع مثلا عم تحكي عنه هلا عن الجنس على التلفزيون، هل هو للتثقيف او للاثاره الفارغه؟ بعتقد هي شغله مهمه. خلينا نشوف سوا هذا المحور شو راح يتضمن ونرجع بعدين لتفاصيل تعليقاتك. يوسف، نحكي كل شيء، الجنس، المثليه، الشذوذ، طبيعه العلاقه، شو بتحسن شو ما بتحسن، هل ترى انه البرامج الجنسيه فعلا تحسن العلاقه الزوجيه؟ خليني اقول لك هذا موضوع كثير مهم من عدة جوانب، ما بين يعني ما في واحد يجاوب عليه بجملتين. بس فحوى الموضوع بدي أقول شغلة. أصعب شيء بتخيل هلأ بهالزمن يربي الواحد. ليش؟ لأنه التكنولوجيا اللي هي شيء عظيم نحن بنعتبره يعني أنه نقلة خارقة للمعرفة وإلى آخره. صار في كل إنسان عنده الكرة الأرضية بين إيديه اللي هي هالتليفون. يعني ما نلوم التلفزيون بس، أو نلوم البرامج بس، أو نلوم الفكر بس تبع دعايات معينة أو كذا. يعني في دعاية عم تقطع هلا مش مسموحة عرفتها، إنه كتير بتدل على موضوع كتير محدد. أوكي، اللي فيها شخص واحد، اللي فيها بنت على التخت، بنت واحدة حلوة، هي زي الفكرة بس جرد حالك من كل الأمور. طب ها شفت، حافظها انت للدعايه، هي مش نفتها. لو دعايه تانية كنت حفظتها. يعني عم يوصل المساج لعند شخص شيء بالتضعيف او الى اخره، مثل ما حاجته بتكون، يعني كانه عارفين حاجه المشاهد لشو يشوف،
لكن ما كل التابو دائما عندك الدين ما فيك تحكي. ما نحن بنعرف المسلسلات لانه ما فينا نسمي اسماء بترمز لما بعرف شو. ما فيك تحكي عن الجنس، ما فيك تحكي بالسياسه. في عندنا تابويات نحن اتراكتيف بتكون تجذب المشاهد. طب اذا حكينا فيها التابويات بتجذب الناس اكثر شيء. اذا حكينا فيها كثير ودوبناها وحكينا فيها باسلوب علمي ما بتدوب الهاله تبعيتها شوي؟ مش لا، ما كل شيء حسب شو الهدف منه. الهدف منه سيلينج سكس، ما هي كلمتين مجبورة احكي انجليزي. سكس سيلز، ايه ايه، يعني اذا الهدف منه سيلينج سكس اوكي عظيم، ممكن توصل للهدف. راح احضرها وحفظتها للدعايه، بس هل يا ترى انه ما كان فيني يمرقوا المساج بطريقه ارقى بطريقه اجمل؟ مش ضروري هالقد تروح على الغريزه. هلا نسيت المنتوج انت انه التهيت بالدعايه، هذا كمان ما بعرف اذا بيأذيهم بمحل. ما هذا الهم نسيت لشو الدعايه. عم بيقول يوسف انه الاشياء كلها متاحه بالاشياء بالتكنولوجي، فيك تفتح الانترنت تشوف اللي بدك اياه. لذلك يمكن يكون البرنامج التثقيفي العلمي على شاشه التلفزيون قد يكون مقبولا اكثر بكثير، لانه عم بيصوب هالامور وعم بيجنسها. انا مثلا مش ضد التوك شوز اللي بيحكوا عن الثقافه الجنسيه وهيك، بس بوقت معين. بوقت معين. ايوه هاي الكلمه. طب هل العلاقات الزوجيه بحاجه لهذا النوع من البرامج منير؟ أو في ناس بيقولوا هذا تفتيح عيون على أشياء، وفي ناس بيقولوا هيدا حل أزمات معينة. عليك بحسب الريبورتاج اللي مرق حكي عن العالم العربي ومش عم يحكي عن محطات لبنانية. أنا مع احترامي لكل العالم العربي، هناك مجتمعات وصل لها الثقافة الجنسية أكثر من مجتمعات، وكلنا بنعرف هذا يعني عن شو عم بحكي. فيما يتعلق بلبنان بالذات بعتقد أنه هيك برامج أحيانا متضوي على بعض الأمور اللي بناخذها تيزر نحن لحتى نروح نطور ربما او وين في اساءه بعلاقتنا يعني كازواج. مش عم بحكي عن الاطفال لانه حكي موضوع مهم بدي اعلق. لا الاطفال مساله كلنا متفقين عليها، عم بحكي عليها. ثقافه الشركين كويس. بيكون تيزر لالي لحتى اذا انا في نقطه معينه انا ماني منتبه لها لحتى اروح عند مختص ربما او ابحثها مع زوجتي، بيكون تيزر. ولكن انا هذا يعني هول البرامج انا بشوفها من منطلق مهني، انه هيدي برودكشن بالنهايه، يعني سكس سيلز، وبده ينجح برنامجه مثل ما قالت ريما. كمان الاسلوب هو الـ هو الاساس اذا ثبت هول البرامج. هول البرامج بالنسبه لالي ضروريين ضروريين، بس بالنهايه هول برودكشن بدك تشوفي امتى التايمينج والاسلوب والمواضيع اللي عم تطرحيها. بس في برامج قادها دكاتره فادي، في برامج قادوها دكاتره اطباء وتعرضت للهجوم. يعني اللي مش مفهوم هو انه اذا في حاجه بمجتمعاتنا اول شيء كلنا بنهاجم وكلنا بنحضر، هذا شيء غريب. هذا شيء غريب، كلنا بنهاجم وكنا بنحضر. ففي حاجه فعلا بمجتمعاتنا لهيدي الثقافه. وهل انت مع الفضفضه على التليفون مثلا مع مختص؟ يعني قالوا دكتور عندي مشكله جنسيه مع شريكي، تتقبل هالشيء على التلفزيون؟ لا، انا بطبيعه الامور بعتبر انه اي مشكله لازم تتحليها تضطر لها. انا مع فتح هذا الموضوع بطريقه علنيه ولكن بطريقه بروفيشنال كثير. نعم. مش يعني بتعالج المساله بشكل جلوبال، مش بتسمح لطرح مساله خاصه اما شخص يطرح مسالته الشخصيه على التي في قدام العالم. ليه بس ممكن يكون في احراج احيانا من الطبيب نفسه او في عدم قدره ماديه احيانا فادي، يعني في ناس عندها حاجات معينه هيدي بتنحل، بس يعني الضرر اللي بتعمله على صعيد المجتمع بطرح المساله الشخصيه بهالطريقه على التي في، هيدا تسخيف للقصه كده. نعم. ما بقى عم بتعالجي، صار عم تستعرضي. هلا انا مع كل شيء اسمه احترام للعلاقه الجنسيه، لانه هي افضل علاقه مفروض تكون واسمى علاقه بين رجل ومراه، واللي بينتج عنا هو اولاد. هي العلاقه بس تفيد الجنسية. او لا تفيد هذه المعلومه من برنامج علمي؟ ما في شك انه تفيد اذا بتطرح بطريقه. انا ما بدي اروح للعلم ونعمل الجامعه صارت على التي في، ولكن طرحها بطريقه ساميه وحلوه وعلميه مع بعضها بتضرب السلعه، بتضرب السلعه بطرح الموضوع الجنسي، وبتضرب طرحها بطريقه سخيفه ورخيصه. نعم. اذا بدي اروح كارول على مساله، يعني في ناس بيقولوا انه العلاقه الجنسيه بين اثنين هن شغله فيها شعريه خاصه وخصوصيه خاصه، ما حدا بيعلم حدا هالشيء. انت مع هالشيء او لا؟ بس بدي اقول شغله قبل ريما ترجع، انه فكروني كله انه ماسك السطور وماشي. بس بدي اقول شغله انه لما يكون في برين دامج عطب دماغي الجسم كله بده يكون عم يتصرف. هيدي بدك قد ايه تدفعي لي على الساعه على الكلمه؟ بس الجسم كله كيف بده يتصرف؟ بده يكون عم بيعمل هيك. بس الجسم اللبناني كله عم بيعمل هيك ونحن عم نحرجه ليه عم ترجف؟ يعني هيدي من جمله الامور، انه لا كهرباء
ولا مي ولا طرقات ولا امن ولا استقرار. بس بموضوعنا بموضوعنا هيدا كيف هذا الموضوع بدها بتيجي تحرجي انه الدوله امتى التايم سلوت تبع برامج السكس والتايم سلوت تبع برامج اللي كلهم التلفزيونات عم بتسابقوا مين بحط برنامج بيحكي عن السكس قبل لحتى العالم تقعد تحضر. كارول انت هلا عم تحكي انجليزي لقلك شغله في مليون حدا. برنامج بيطلع على فضائيتنا برنامج غربي غربي ما حدا فاضي غربي بنسمعه ونحن كعرب وبنحضره وبيحكي عن السكشوال ايشوز على العلاقات الجنسيه ما حدا فاضي. ليش لما يطلع الجنس بالعربي بشكل علمي كانه العربي فيما يستفز؟ ما نحن عم نشوف البرنامج الاجنبي على الشانل الاجنبيه يواصل على بيتنا، ليش انه بدنا نحن نهاجم البرنامج اللي صناعتنا وقريب لبيئتنا؟ لا نحن عم نهاجم التوقيتات التايمينج يعني مش ضد التايم سلوتس تبعولهم غلط يعني نحن ما نحن ما نحن ما ينحط بعدين انا ضد كل شيء مثلا لنقول هيدا التلفزيون حاطط بروجرام عم بيحكي عن الاشياء مثلا كيف انت ومرتك لازم تعمل يا خيي كيف الساعة 6؟ لا اكيد مش الساعه 6 لا بلا في ملي. يي 5 ونص كمان خليني اقول شغله بس يا مسيو يا مدام انه هذا هذا اللي قلنا على التوقيت مش هيك قلنا الخوف على التربيه طبيعي من الاثاره لا لحتى يطرق هداك التلفزيون بده يحطه قبله تا هداك يقعد العالم خليني بس هو عم يطرقنا كلنا عيب يا جماعه الطبيعه للترويج هي المدرسه طبيعة هي المدرسة يعني لو نحن بدنا نعتمد على البرامج التسقيفية لحتى نعرف كيف الأمور الطبيعية يعني بالطبيعة بتصير كان وقفت البشرية من قبل ما اخترعوا التلفزيون يعني التلفزيون ما زاد وأخر إلا أنه لفت نظر تقنيا بعض على بعض الأمور عم يتجرأوا يحكوا بأمور أوكي الناس ما فيها تحكي بينبسطوا بيتشجعوا بس يشوفوا اثنين عم بيحاوروا بعضهم على موضوع معين يمكن هي بتتشجع تسأل جوزة أو العكس صحيح نحن ما عم نقول ضد تنيني بس المحور لأن نحن هون متهمين نحن كثير أجريسيف لا بس قال إيه بدك تقول شيء بعد مش ضد ولكن كنترول شوي الوقت فادي ومنير بدي اتوجه لكم بالشيء اللي قاله يوسف هلا، قال يوسف انه طول عمر الطبيعه البشريه ماشيه ومش ناطرين البرامج الجنسيه لتسقفنا، بالمقابل بنلاقي انه من اسباب الطلاق عدم الانسجام الجنسي، وكانه في ثغره بالثقافه الجنسيه او في خجل بنحكي بعضنا شو ناقصنا، وبنلاقي انه اللي ابا عن جد عن جد عن جده لا تعرف جدتي ما معنى المتعه الجنسيه وعيب ان تسال عنها، يعني كانت عايشه على ناقصه. انه هيدي مساله كل عمرها موجوده مع الانسانيه. ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية علينا نحن وقت اللي بدنا نبحث فيها نبحثها بطريقة مهذبة تنحول السلبي إلى إيجابي السؤال في حاجة إلى أو ما في حاجة إلى إذا هي مهذبة طبعا ما عم ندافع عن شيء غير مهذب بحثة طبعا في حاجة في حاجة للبحث هيدا شيء بحجم من نسب الطلاق نتيجة عدم الانسجام الجنسي أو ما بيأثر لهالدرجة انا ماني مطلع هالقد شو اللي اسباب الطلاق ولكن اسباب الطلاق كثير لا يقال مش بس عدم الانسجام هو الجهل والمعرفه الزايده اسباب الطلاق كلامك ذكرني بنكتبه مقطوعه على البي بي انه فلانه يعني سيده كبيره ام فلان جد جد حضروها ستة حضروها فيلم سكس قالت الله يرحمه كان كل اعماله غلط على تحت كان مقصر مريم كان مقصر فالله يرحمه كان كل اعماله غلط على تحت السين بس جديا اذا بدنا نحول من هالنكته لشيء الجد هي برامج مهمه لتنشاف ومين قال لك انه البرامج السكس بالعربي او الجنس بالعربي مش مهمه اللهم لا كيف معموله لا مش انت انت ما عم تقولي عم تطرحي انا عم بعطي رايي البرامج مهمه حب بس عيط علي لا ولا بالمدرسه منير بالمدرسه بالمدارس هلا اهم شيء بس بدي ارجع لنقطه قالها يوسف اول شيء نحن عم نحكي عن جيل ومتفقين كلنا انه مش للاطفال ولكن الطفل فيما يتعلق بالتايمينج للساعه 6 الطفل اليوم عنده تليفون عم يشوف العالم بتليفونه مشان هيك نحن دورنا كاهالي بس نرشد ونعلم مزبوط وهذا التعليم المضبوط او يمكن هو لحاله رح يعرفه اصلا الطبيعه بس هيدا بس فادي خليني ارجع لك ما بحاجه الى مضبوط بده توجيه بس هيدا جريمه ما حدا مختلف عليها انا ما عم بحكي عن الاطفال عم بحكي عن الشركات قالت كارول المدرسه بتعلم هل اهم شيء المدرسه بتعلم والكتب بتعلم بنتي بلشت بس لا شك ثاني سنين تسع سنين عم بيعملوا هلا سكشوال كل شيء بالمدرسه هلا عم تقول لي بتعلموا الدي ان اي وال تفضل ايه مطلع علمي مطلع علمي هلا بلش والهدف منها واحد يصير يسترجع يسال كارول قالت المحرم كارول قالت مدرسه ما بقى في مثل قبل ويوسف قال الطبيعه ولكن برايك ما بيكتملوا مع يعني الكتاب غير البراكتس بالحياه هلا يمكن شيء بتشوفه كانت مفضوحه يعني والطبيعه بحاجه ل يعني تصويب بمحل معين نعم
كيف شكل البرنامج المقبول؟ أنا بعتقد أنه طرح هذا الموضوع داخل العائلة هو الأفضل طريقة، لأنه وبطريقة صريحة وينعطى مجال للولد انه يحكي بكل صراحه مع على أهله. الشاشه بين الشريكين، الاولاد كلنا متفقين على الشاشه يعني بعدين بين الشريكين. اذا بده يطلع برنامج على الشاشه شو بده هون دور الاهل كيف بيكون نوعيته؟ اوقات ايا بتيجي بتسالني لالي سؤال، هون دور الاهل كثير مهم، يا الاهل بده يكونوا منفتحين يا اوعى شو هالحكي من وين هالكلام؟ ما بقى في منا نحن ما عندنا مشكله في ناس هذا غلط معمول في ناس بتيجي بتضرب بتاخذهم عليك بتعمل عقده واللي خذوا راحتكم بتعمل عقده طبعا في مشكله لانه اللي بده كثير بصير بده غير اشياء واللي ما بيعرف يطلع اخر شيء مثل الفيلم اللي انت انا ما بدي اروح على منحى لاولاد ما بدي اروح على منحى لاولاد بس بطلع حتى من كثير عم بقولها منير الله يرحمه كل كانت اعماله غلط يعني حتى بين الشريكين احيانا هناك خجل عن بعض النساء انه يعني يصرحوا بان انا لا كلمه موت على كلمه عيب، انا لا استمتع بهذا الشيء، انا اريد هذا الشيء، هل هيدي البرامج اذا هي علميه بحته تعطي المراه جرأه اكثر لتوصل بعلاقه افضل او برايك لا؟ انه المراه ناطره فيلم او ناطره بروجرام تحكي مش فيها بحكي طريقه الحوار الجنسي بين المراه والرجال ممنوع يكون في تابويات ولو يا كارول من زمان كنت لبنان بتعرفي انت اذا حلو او ما حلو من زمان انا ما بعرف انا بعرف هلا ما بعرف انا من زمان هلا عبيش هلا هذا الزمن هذا الزمن غير بدك تسالي غيري بدك تسالي غير جيل انا جيلي اللي بعرفه يعني بين شو غير جيل عبد الله عفادي مش انه جيل القديم القديم يعني جيل امي وبي وجدي هول بتسالي بدكم ترجعوا للنكته كلكم بدكم ترجعوا للنكته هلا انا بعرف انا بجيلي انا مثلا انا وهادي جيل هيدا بنقعد ما في شيء ما بنحكي فيه بس في ناس بيقولوا لك لانه في كبت وعدم حوار بهيدي المساله علنا وبشكل طبيعي مثل الاجانب هناك حالات من هالنوع يعني نحن اللي ما بنخلق الجو اللي موجود بالبيئه الغربيه تدريجيا يكون عندنا ثقافه جنسيه طبيعيه تدريجيه ليش الوضع جيد بالدول الغربيه المتطوره إيه لا الوضع منه جيد ابدا بهذا الموضوع كل مجتمع عنده مشاكله كثير مهم انه يكون صريح بس كسر الحاجز بسرعه مشكله هذا الجواب على مودريشن كل شيء هذا شوي شوي فرنساوي مودريشن كل شيء بالنص خلينا نشوف اخر سطر من نصيب مين من ضيوفي ثانية يوسف برجع بقول كل شيء باعتدال وكل شيء بعدل وكل شيء بالوقت المناسب بفيد العقل وبفيد بفيد الشخص ذاته حتى يقدر يكون رأي يكون سليم ومش متعصب بريك ومن بعدها بنكون مع محورنا الثاني قول كلمتك وامشي في السياسة في الدين وفي العلاقات الثنائية بموضوع الثقافة الجنسية عبر البرامج إذا كانت فعلا للتوعية أو إذا كانت مجرد استهلاك حسيت الضيوف عندهم خجل لأنه بيعتبروها تابو بعضهم بيعتبروها من المحرمات خصوصا الدكتور كرم منير شوي بينما لاحظت عند يوسف وكرال أنه الموضوع تخطى نطاق التابو صار شغلة ممكن تنحكى شفاهيا بين الشخصين على التلفزيون بين الأفراد بين الجماعة بس أنا ميالي أكثر إلى كل شيء له أسلوب وقالب مرتب أنيق راقي لأنه المضمون مهما كان مهم لازم له أسلوب أهم لما بينذكر شخص وبينقال عنه مش دبلوماسي غالباً ما بيكون الوصف سلبي عنه وبالتالي بيكون شخص ما بياخده بيعطي وما بيناقش وفج وغيره من الأوصاف اللي مذكورة بمجتمعنا اليوم بس في صفة عند الناس دقيقة كتير هو بالأحرى موقف غالباً ما بيطبع الشخصية وهالموقف بيقول قل كلمتك وامشي في ناس بتاخد هالموقف وهي بينطبع عليها صفة غير الدبلوماسية بس في ناس بتلجأ له بأحداث معينة وبتصر على موقف على الأرجح بيكون مصيري طبعاً هيدا الموضوع ما بينطبع على السياسيين لأنه دايماً بيناقشوا وبيرجعوا بيقرروا مصلحتهم وبيديروا قولهم حسب مصلحتهم بس ممكن هيدا الموقف بينطبع على موظف ما بيرضى ينزل لمديره وعنده بيقول لا وبيمشي وممكن حبيب ما بيرضى بطلبات حبيبته وبيقول كلمته النهائية وبيمشي ساعتها يا بترضى يا ما بترضى قل كلمتك وامشي موقف
فيكون صلابة بالشخصية وعدم التنازل عن حق أو حقيقة، بس ممكن كمان يكون تنحرة لإثبات الشخصية. انتو شو رأيكن؟ ولمين فيكن تقولوا كلمتكن وتمشوا؟ قبل ما نبدأ قول كلماتك وامشي بميادين مختلفة، خليني أرجع لعندك يا رمروم. ماذا عن المحور الذي رأيته الآن؟ أنا بدي أقول أنه كثرة البرامج الجنسية على التلفزيون، ولازم ننتبه لها نحن، أنه هذا نوع من التخدير عم بخدروا المشاهد بهيك أمور مثيرة، لأن سوء أمور عم تصير وراء الكواليس سياسياً وحياتياً واقتصادياً. تخدر أكثر هذيك شكلها يا ريما أكثر بتير. كله لحق بعضه، كله تخدر أكثر كثير وبلا متعة، مش مع أحد ضيوفي مع أرق بلا متعة. ثاني شغلة بحب أقولها أنه الإعلام المصري أو الإعلام الإماراتي حلوا هيدا الموضوع عندهم بشكل كتير ذكي. عملوا فتوى أنه معالجة المواضيع الجنسية على التلفزيون مع أصحاب الاختصاص بشكل علمي، وإنما استناداً إلى ما أتى به القرآن الكريم مسنودة على يعني مبدأ فتوى كتير مثالية أنه لا حياء في الدين. نعم، هلا انا ما حقلك نفوت بالموضوع نقول اذا اعطينا كمان رجال الدين بلبنان مساله ذاتها، لانه اصلا ما حالينا بالطائفيه ما حيحلوها بالجنس. خليني اروح عندك على غير شغله، نحكي عن ضيوفي كيف رايتيهم بالمحور بكلمتين ريما قبل ما نرجع لتفاصيل. كثير مياله للراي يلي قالوا كثير هيك وقور زميلنا منير الحافي. الدكتور كرم حكي شوي هيك من وجهه طبيه لانه هو عايش المجال الطبي. عجبتني آراء كثير لكارول لأنه عم تحكي من وجهة نظر أم. نعم. عصرية جدا، يعني أنا بعد ما وصلت لما بنتي بهالعمر يوسف فيلي. أما يوسف يوسف بلا طعم، يوسف ملبك كثير، لما عطيه آخر ثانية أو ثلاث ثواني ما حسيته قدر يحكي إكزاكتلي يلي فيه براسه. ما كان عم يسكت، احلى شيء قالوا عم بنقطع عن كرسي يوسف. طيب ريما، حنرجع على كل حال لكل التفاصيل، حنرجع على كل التفاصيل. قبل ما نبدا بمحور قول كلمتك وامشي، في نكته بدي خبرنا اياها فادي. رجعت لقطتني فيها، شو خبرت تحت الهواء فادي؟ ما فينا ما نسمعها. يلا. لا بعكس النكته تبعيته، لانه خبر انه الختيار اما الله يرحمه ما بيعرف كلهم، انا بعرفها معكوسه انه بيعرفهم كلهم. الدين الفلاني بيعمل هيك والطائفة الفلانية كان بيعمل هيك والطائفة الفلانية بيعمل هيك. قالت لهم الله يرحمه كان يعمل، كان من كل الطوائف، كان يجمع كل الطوائف. أنا عم ترجمه هو حكي لي لأنه مبسوط فيك عم تخبري عنه. خبرني منير، في ناس بتعرف النكتة في ناس بتعرف تلقيها. يعني أنا بتذكر إنك بالبريك لقيتها كثير منيحة، لقيتها كثير منيحة. منير قل كلمتك وامشي في السياسة. بعتقد بالسياسة مثل ما شفت بالريبورتاج في شيء كتير لفتني، انه بالسياسة كل واحد عم بيقول رأيه. نحن بمعسكرين اليوم، كتير نادر اليوم انه تلاقي حدا فعلا بالوسط وما يميل لأحد الطرفين، سواء 14 او 8 لنقول بحالتنا بلبنان اليوم. انا بدي لبنان حر وطني، ان يكون وطني حرا مستقلا وسيدا حقيقة. طيب وبالدين؟ عن جد بالدين يعني بنقول الدين لله والوطن للجميع. اي بس اليوم شو رايك مثلا نحن على طول بلبنان؟ بس بدي اقول لك، بس اليوم كنا عم نحكي كمان تحت الهواء انه اليوم في كثير مذاهب وطوائف، بس ما في ايمان، قل الايمان وكسرت وهزلت الطوائف، من المذاهب صار ينشق مذاهب، من الطوائف صار في طوائف كثرت كثير. يعني بدل ما تجاوب نعم انا مؤمن، نعم انا شيعي، نعم انا سني، نعم انا مسيحي، نعم. وبتعرفي شو الحلو؟ انه بتسالي السني او الشيعي، مش عم نحكي بس على الاسلام او المسيحي الكاثوليكي او الارثوذكسي او البروتستان، يمكن ما بيعرف عن دينه بس بقول لك انا سني. طب انت اشرح لي شو معنات سني، او اشرح لي شو معنات شيعي فعلا. طب شو رايك بظاهره انه على طول احيانا بصير في شيء لازم ناكد انه احنا اخوه؟ تاكيد الاخوه، شو هالاخوه اللي بدها تاكيد كل الوقت؟ ليك بدي اقول لك شغله، هول الكليشيات، هول الكليشيات تعبنا منها. تعبنا من الكليشيات. بس فعلا انت بتلاقي بكثير مجتمعات وحتى بالخلافات اللي باقصى درجات السياسه المختلفه بنقعد مع بعضنا، ما ضروري نقول كليشيه بس نحن بنحس انه احنا اخوه لو في خلاف سياسي اليوم. ايه بس بسرعه بخربطونا. تماما. قبل ما ارجع للسياسه حارجع للعلاقات الشخصيه. هذا فن السياسه. لعندك كارول حبيبي، كلمتك بالسياسه شو هي؟ سياسه. في جمله بحبها كثير سمعتها مره حدا قالها، لم تدخل السياسه شيئا الا وافسدته. الا وافسدته.
يعني يا ريت نجرب ونحاول انه نعلم الدولة عندنا بلبنان انه نفصل الدين عن السياسة. اذا فصلناهم مين بيزعل اكثر، السياسيين او رجال الدين؟ اثنيناتهم بيحردوا بس بينبسط الشعب، لانه صار لازم بعتقد انه يكون عندنا دين واحد اسمه الدين اللبناني، يعني كلنا لازم ننتمي له. لو كان لبنان كله طائفة واحدة كانت مشاكله اقل؟ لبنان طائفتين. لا لو كان كله قصدي لون واحد. لا يعني شو هو؟ لبنان طائفتين، طائفة الأوادم حلو وطائفة المش أوادم المستفيدين. ايه ليش ما قلتي زارون؟ مش حلو على التلفزيون، فيني أقولها؟ ايه فيك تفضلي. لبنان طائفتين. اي نعم. طائفة الأوادم وطائفة الزعران. أحلى هيك. أعطيها أعطيها. هيك أحلى. طائفة الأوادم هي 90% من الشعب. أيه. وطائفة الزعران هي 10% من الشعب والبقيين السياسيين. بس مين مستلم؟ بس مين مستلم مين؟ لما يكون ال 10% مستلمة 90 شو بتكون القصة؟ أنا عم بحكيك أنا رأيي الشخصي. أيه. أنا لما أشوف هالشعب شعبي، أنا اسمحي لي أقول لك شعبي لأنه إلي حق أقول شعبي، لأنه أنا بمثل هالشعب الأكثرية الصامتة يلي ما بدها تكون صامتة. فادي يعني هيك بس كنت عم بكتب الأسئلة. نعم. كنت عم فكر انه السياسيين قل كلماتك وامشي، بقولوا كلمة اللي برا وما بيمشوا. السياسة هي قوة الإقناع. أيوة. يعني بالسياسة ما فيك انه سياسي يحكي كلمة ويمشي، بده يحاول يقنع. لا ما هو لا قصدي انه ما بيمشي، يعني لو بيمشي ما لازم يمشي أكيد، لأنه إذا كان مقتنع برأيه لازم. نعم. يبقى. طيب. مش لازم يمشي. هلا هون بقى انه يحترم غيره ويقدر يحاول يوصل رسالته ويفهم غيره شو عم يحكي. بس طبعا مشاكل المجتمع هي مش كلها مبنية على موضوع السياسي، يعني مشاكل المجتمع والموجودة موجودة بكل المجتمعات، بكل مجتمعات العالم بشكل ما في مجتمع مثالي، ومشاكل المجتمع هي مشاكل إنسانية ومتواجدة على مدى تاريخ الإنسان. شو هي كلمتك بالسياسة فادي؟ الاحترام. يعني أنا كتير بعلق أهمية على أنه أنا حق يكون عندي رأيي، ومنافسي حق يكون عنده رأيه، على أني احترم رأيه، احترم حقه بال 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 بأنه يكون عنده رأيه، وهو يحترم حقي بأنه يكون عندي رأيي. أنا ما ضروري وافق على رأيه ولا هو ضروري وافق على رأيي. يعني أنت موجوع من موضوع النقاش، نقاش الحضارات ونقاش بين الناس هو أهم شيء، ما يكون في حروب بين الناس وبين الحضارات. نعم. يعني أنت ضد خطاب الكراسي؟ أكيد ضد خطاب الكراسي وضد قلة الاحترام. ايه. وضد كل إنسان يقلل احترام مع الآخر. طب لأنه مش من رأيه. ليش صاير فيهم هيك؟ ليه بيحكوا بهالطريقة؟ ما فيهم يحكوا. هيدي غياب حجة. اللي بيحكي بطريقة قلة الاحترام مع الآخر، أما بتحقير الآخر، أما اعتبار نفسه هو المنيح والتاني أزعر أما منه منيح، بيكون هو يعني عم تحكي عن اثنين؟ عم تحكي عن اثنين ولا حدا؟ عم تحكي على الانسانيه. بس قصدي كافريقاء متصارعه منا، لانه ريما هو ما في شيء اسمه كلهم منيح ب 14 وكلهم سيئين ب 8. عم بحكي عندك ملاحظات على اثنين. عم بحكي انا على الانسانيه. نعم. كل الناس مفروض يعتبروا انه مش كل شيء بعرفه انا منيح وكل شيء اللي بيعرفه منافسي مش منيح. لا، في شيء عنده منيح وفي شيء منيح. أوكي. عندي علينا نوصل، ما حدا بيملك الحقيقة كاملة إلا ربنا، بدنا نتناقش تنقدر نوصل لأعلى مستوى ممكن تنوجد بين الإنسانية بالحقيقة. هذا بشكل عام مدمن و14. أكيد أنا متمسك برأيي. أكيد أنا متمسك. أكيد أنا متمسك برأيي ك14 بطرحي الوطني، ولكن أنا بعرف أنه ممكن أخطئ بمكان وممكن يكون مصيب الآخر بمكان، ولكن طرحي الوطني استراتيجي. قصدي عدم الكمال عند اثنين فادي بهالحكي. 100% ما في كمال عند حدا. يوسف، الحقيقة أنا من فترة مش كتير طويلة وقفت البحث عن الحقيقة بالمطلق، لا حقيقة مين الله، ولا حقيقة إذا في حياة على غير الكوكب، على غير كوكب، ولا حقيقة إذا 8 معهم حق أو 14، ولا إذا حقيقة أنا بدي أعيش للمية ولا بدي أعيش للسبعين. وقفت هاو الأسئلة الوجودية كلها، أخذت قرار بفترة مش من زمان إنه أنا اقتنع ب
فورمول واحدة اقتنع بموقف واحد نتيجة شيء معين أو يأس مش لأ نتيجة تعب بحث لا بالعكس نتيجة بحث شخصي يعني أنا كتير تجربة ايه فت بتجارب أطرح أسئلة كتير كبيرة يعني واكتشفت أنه ما رح ألاقي جواب يعني السياسة أنا ببسطها كتير إذا بدي دايما بثمانية في عندهم إشي معهم حق فيها وبأربعتاش في إشي معهم هون في عليهم هون في عليهم ليش تفوت أنا بالتفاصيل الضيقة لأني نايب احكم الى اخره ولاني وزير حتى اكون فعال هالقد بالحياه السياسيه او ليش نايب والوزير عم يعرف يعمل شغلهم لانه بغض النظر غيب عنه يعني بغض النظر انه هاي الاشياء اللي جات لنا ما لا بغض لا النظر لا ما بيسوى سامحني اكتشفت انه السياسه لعبه مثل كل الالعاب مثل الشطرنج مثل الفن مثل الموسيقى مثل الدارت مثل الاوسط الشاب هي لعبه اكيد تتعلق بمجتمعه وباثبات وجود يوسف رأيه. بس اللعبه اللي بتكون ميد ان ليبانون ما بتكون انا بفرنت. مع انا الكلمه اللي بدي اقولها وامشي إيه؟ انه بتمنى سيه هاللعبه تكون مش بس هالقد هالقد مثل ما عندنا بلبنان انه في فصل بينه وبين الناس مش غلط اللعب الناس يفوتوا باللعبه السياسيه حتى يكون لهم ايد اكثر مش على ظهر الناس يعني ما يكونوا الوقود هن الناس يعني المسافه بين الصراع الوقود. السياسي والفكري والمين اقوى اقتصاديا مين عم يعمل مصاري مين بيجيب كراسي اكثر بالنيابه مين بيطلع وزير مين هذا الصراع اللي عم بصير فوق كثير بعيد عن الناس مش غلط ننزله شوي يعني وتطلعوا شوي نحن ما عم نقول انه والله النايب ما يعمل شغلته غير كل يوم يجي لعندي على البيت حتى اقول انه هذا نايب كويس هلا حيجي كثير هالفتره مش هالقد مش عم روح اكستريم بس انا الشرخ يلي موجود بين هاللعبه السياسيه كثير بعيده عن المشكله السياسيه بين الناس بين الشعب طب والدين الدين انوجد اذا كان بدعه خلينا نعتبره بدعه ما بدي اعتبره ايمان خلينا نحكي التقليديات انوجد ليروق النفوس مش ليكون سبب بالمشكل حلو بس صحيح الدين ما سألتك عنه كثير نعم كلمتك بالدين شو هي؟ إيمان الإيمان نعم. بالعلاقات الثنائية جملة واحدة بلشنا عندك كارول يجب عم قول كل كلماتك وامشي بالعلاقات الثنائية شو ليه بلشتي معي ليش؟ طب يوسف التفكير بإيجابية لإنجاح الأمور بتخيل كتير منيح يعني لازم دايما واحد يسعى ليكون إيجابي كارول الثنائية كل كلمة ليه ليش أنا تاني وحدة؟ شو بدك لك؟ أنا بعتقد بالعلاقات الثنائية يجب أن تكون دبلوماسيا بليز كارين شو؟ شو هلا عندك بليز كارين ما بتعملي هيك شو؟ بليز كارين فهمي علي وافهم عليكي لازم هيك تنجح العلاقة كارول بليز هادي ليش تقلت وحدة؟ ليش تقلت مش معقولة رقمك سبعة حوارية حوارية الحوار 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 اوكي حلو هادي الحوار بالزواج يعني احكي وانا بسمعي هيك هو؟ الحوار بالزواج احكي وانا بسمعي انا دبلوماسية هي هيك؟ مين بيقدر يعملها بعد هاي؟ كارول لانه ليش تركتيني للاخير؟ بناء على طلبك كارول اوكي بدي اقول لك يا هادي بدي اقول لك انه انا كثير بحبك بس طول بالك علي بس هو بيعرف شو بقصد ما زعلي ولا لا؟ ما زعلي؟ بدون زعل خلينا نشوف اخر سطر من نصيب مين ضيوفنا فادي 30 ثانية ما في شك انه انا ماني مع كلمة قول كلمتك وامشي الا وقت اللي بتكون فعالة انا مع انه يكفي انسان فكرته يحاول يقنع فيها ويمكن يقتنع يمكن يطلع هو على خطأ بريك وبعدها بنكون مع عيوبك هل بتعترف فيها وبتصارح فيها وهل بتقبل نقد الاخرين قل كلمتك وامشي ما بتوقف الجملة هون بالنسبة لإلي في ثلاث نقاط ومن بعدها بسمح لحالي ضيف وتحمل مسؤولية كلمتك أنا ميالي كتير للأراء اللي انقالت خصوصا أنه بالسياسة ما لازم حدا يقول كلمته ويمشي وما يفكر بالشعب ما يفكر بكلمته شو عملت بالنسبة لإلي شخصيا أنا بقول كلمتي وبمشي واثق الخطى يمشي ملكا بموضوع المهنة لما ما بكون مرتاحة إيه بمشي الاعتراف
الاعتراف بالخطأ فضيلة، لكن هل الأمر صيام بالنسبة إلى الاعتراف بالعيوب التي نجدها في أنفسنا؟ ما من أحد كامل، هذا الأمر متعارف عليه، لكن من الصعوبة بمكان أن نجد شخصا يعترف علنا بعيوبه وينتقدها على الملأ، ومن الصعوبة أيضا أن نقبل أن نتصارح علينا بعيوبنا من مبدأ الحقيقة بتجرح. الكثيرون حين سؤالهم عن أخطائهم يأتون بجواب كليشيه مثل عيبي أنه قلبي طيب، في حين أن الأمر لا يبدو مطابقا للتصرفات. الفضائل كما العيوب هي في صلب الطبيعة البشرية، وقبولها والاعتراف بها انطلاقا من مبدأ اعرف نفسك يدل على ثقة بالنفس ونضج في الشخصية. حلقتنا هذه، هل ستحث ضيوفنا على المجاهرة بعيوبهم بعيدا عن الأجوبة التقليدية، أم أنهم يفضلون البقاء على صورة مثالية خالية من أي عيب وبالتالي بعيدة عن الواقع؟ كارول، هيدي عيوبي وبعرفها وبقول عنها، شو هي؟ صعب واحد يحكي عن عيوبه هو، بس اللي الناس بتقول بتقلي اياها بوجهي انه عن ضعفي، انه انا كثير ضعيفه، هيك بيقولوا لي. فبعرف هالشيء وما عندي مشكله، لانه انا مرتاحه بحالي كثير وعندي مثل ما بقولوا متصالحه مع حالي كثير وبعرف. عندك مشكله بالشهيه يعني؟ لا لا لا، انا بعرف انه انا ضعيفه بس انا ما عندي مشكله بهالشيء، وبحب حالي مثل ما انا وبحب شكلي مثل ما انا. اللي عنده مشكله اخر همي، واللي عنده مشكله بشكلي انا انه مش حلو كمان اخر همي، المهم انا اكون مرتاحه بحالي. انا باكل وبعرف حالي شو باكل طب هيدا بالشكل، برات الشكل، برات عيوبي بعتر هم ناس ما بعرفها اذا بعتروا بهون شيء وباثر علي انا صحيا. هذا ملائكيه مش عيوب، فينا شيء ثاني، بدنا عيب اصلي. نقول معقوله هيك انت؟ من عيوب شيطانيه. ايه يعني مثل شو؟ يعني عنيده، حقوده، معصبه، عنيده كثير. ايه عنيده، عنيده كثير، عنيده كثير. يعني اللي بدي اياه بعمله لو لو عرصت. لو على صحتي ولو بدي اسخن بعملها. تنتقمي؟ بنتقم؟ لا مش لدرجة انه اذي، بس بنتقم لحدا اذا بعرف انه هالشخص انأذى. ايه فادي، في هذه المشكلة عندي بشخصيتي. بتعرفي واحد ما بيعرف عيوبه مرات، لانه بده كثير يراقب نفسه تيعرف. بس اللي بسمعه من حولي اني كثير قاسي على القراب تبعيلي، يعني عائلتي. رح ينتخبوك يرجعوا؟ هني بينتخبوني لان بيعرفوا من صدقي قاسي لاني صادق معهم. هو كل ما بيكون الانسان قريب عليك، كل ما بتصير تخاف عليه اكثر، كل ما بيهمك امره بتمون أكتر عليهم اكثر، عشان هيك وبتصير يعني قدام اخطائهم يمكن بمرق خطا لانسان غريب بس ما بمرقه للقريب. اذا بدي احكي عن شغله انت بتطمح تغيرها فيك، انت حاسس فيها انها مشكله، شو هي؟ بعض الاوقات ما بتمالك اعصابي، مع اني انا انسان رايق، بس بعض الاوقات بنفجر وبرجع بندم. برجع بندم، بتهور، بتعمل شيء غلط؟ مش غلط، بس بغلط بحق نفسي لما بنفجر بكون عم غلط. انا شفتك ضابط نفسك منيح بالحلقه. انا كل عمري هيك، بس انه انفجار ونكت بس تحت الهواء. منير، انا فيني هالشغله ما بنطق، مش انا، انت يعني. انا كل اللي بنطق. لا انا بدي بلش لك بنكته، لانه مش عم بلحق نكت منير اليوم. بدي طريق لكم شوي الجو بدون زعل، مش بدون زعل. انه شو اسمه العيوب اللي فيي، قلت لها لاحداهن عم تسالني على التليفون شو العيوب اللي فيك، قلت لها قرعتي بس بكشفها. بس واضحه، بس بليز واضحه. هاي نكته بس فعلا انا بنرفز بسرعه. قبل كنت نرفز وروق دغري، هلا لا عن جد، يمكن من كثر الضغط، من كثر الامور. هلا بطلت تروق او شو؟ ما بروق بسرعه. وشو العيب اللي ما بتطيقه شريكتك فيك؟ بدك تساليها فعلا، ما بعرف. ايه بس اكيد انت بتعرف عامل حالك ما عارف. لا صدقيني، لا صدقيني، لا والله لا، ما مش هلا اللي ما خاطر على بالي، بس تشتكي من ماذا؟ بس ممكن اذا بتقولي لي في عندي عيب، يعني لنقول جسدي بحب غيره، انه انا شوي نصحان بدي اضعف فعلا. ايه وفي انت بتعرفي، لا تذكرت هلا سؤالك، انه انا حقود. انت حقود؟ ايه ما بسامح بسرعه، وكارين بدها اياني سامح. بس يعني بدها اياني غير هيدي ما حر الحقد. ايه ما هذا العيب. يوسف، العيب من حيث الشكل؟ ما حلاقي. ما حلاقي.
ميرسي يا ريما. بس لا، في اكيد في اشياء كثير بكرهها، بنصح وبضعف كثير. يعني بنصح 10 كيلو بضعف 10 كيلو بلكي حسب الدور. انت المسلمين بيقولوا لك زيد مو الحجه بتدور. بس لا، بالاشياء بالكاركتير مزاجي كثير، بيزعج كثير الاشخاص اللي حولي معظم الاحيان، وايام صمتي يعني التروي باني اعمل رده فعل على اي حادثه او موضوع او شيء بصير بياخذ معي وقت بينفهم غلط، فدائما بضطر برر انه انا باخذ وقت يكون الرد مرتب. ايه مرتب اصلي، فهذا بيشوفوه هن عيب، انا بشوفه دائما ميزان شو بيقولوا رايق الرواق الرواق. بتخطط يعني؟ ايه كثير مش شوي، بتخطط كثير. بس هيك فيك تخطط. في عيوب كمان اكيد، يعني انه ما بلتزم بموعد، صعب كثير اليوم ساقت، ما بعرف كيف. ولا حظنا حلو يعني. ايه حظنا حلو اليوم كلنا والله، يعني لو ما التزمت كيف دائما يعني بكذب، يعني بقول مثلا انا بانطر لو ما التزمت بموعد يوسف. يوسف كلنا هيك هلا لو ما التزمت بموعد 10 دقائق هو انا بدي ساعتين. هي على لبناني. ايه على لبناني عندي اياها كثير يعني. بس لو ما التزمت بموعد الليله كنت شفت عيوبي انا 100%. كانت بقت عيوني، كانت طلعت كل عيوبي. مثلا تصوير الساعه 7 بدك تكون بجبال، ما بتزبط، ما 11 وطلوع بيمشي الحال. عندي مشكلة بالوعي صراحة، هي عيب. ما كنا انا بدي بس تعليق واحد فادي على عيبه الشخص انه ادمي. تسمعه كيف لما بيقولوا عن عيبه للشخص انه قلبه طيب؟ هذا انقلب بالمفاهيم، هذا شخص قلبه طيب. يعني صار الادمي حرام بيشفقوا عليه، ودرويش هيدي بسميها الدرويش لانه هو ملتزم قلبه طيب. بالعكس، هيدي انقلاب بالمفاهيم خطيرة جدا. خلينا نشوف اخر سطر من نصيب مين من الضيوف. رح أختم 30 ثانية ببيت شعر بيقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنة. حلو حلو. بريك بعد ما نكون مع ماذا ستكتب غدا. بالعيوب كنت متفاجئة، صرت ناطر حدا من الضيوف يقول أنا أهم عيب فيي أنه قلبي طيب، لأنه كل الفنانين وكل المشاهير عندهم هيك نظرة ملائكية لحالهم، بيقدموا حالهم للناس أنه هني قلبهم طيب مساكين. كتير ارتحت أنا أنه هالضيوف اليوم لريما كركي ماسكين المراية قدامهم منيح وعم بيوصفوا حالهم. منير الحافي حكي عن حاله أنه هو ليس غفوراً، نادرا يكون في ناس عندهم الجرأة يقولوا هيك. بهني وبهني يوسف كمان انه حط حاله تحت المجهر. وصلنا لمحطة ماذا ستكتب غدا، لعندك ريما هلا وتحليل بالتفصيل، تفضلي. يعني بالتفصيل ان شاء الله غير الممل من دون زعل. تفضلي. هيدي الحلقة بعتبر بالنسبة للأربعة ضيوف اللي معك اليوم أفضل حلقة بحياتهم المهنية. بحسب الأشياء اللي شفتها على كل شخص بتصور هيدي أفضل ما قدروا يعطوه من إجابات. منير الحافي اللي ما بيعرفه شخصيا بيفكروا إنه كتير جامد وإعلامي هيك سياسي مسيس أكثر واخذ الدنيا كلها بشكل جدي، لا شفنا اليوم الجانب المهضوم فيه والمثقف. يعني منه هالطرف التهريجية. وما شفت شيء بعد. لا اذا اكثر انا بنصحك منير، اذا اكثر صرنا مبالغ فيه. لا هيك منيح جوست سو كيلفو، يعني طالع كثير طبيعي بمقدار. طبعا دكتور كرم انا اول مره بلتقى فيه، حتى باول مره بشوفك على التلفزيون، بس طبعا انا عندي فيدباك كثير مهم لك، وعنده كثير روح للمرحه، سنس اوف هيومر. عادة السياسيين بيعتبروها انه هيدي ميزة ضرورية من عدة الشغل اللي هيك يسجلوا زيادة من الناخبين، بس حسيت تحت الهواء خصوصا نكته انه هالطرافة بدمه طبيعية، منا مفتعلة ابدا ولا مصطنعة. بس عندك ميل بالاول باجاباتك انك تكون هيك مثالي. بالبريك كان النكت ما فيني خبرك قد ايه. خلينا على مهنه الطب يمكن احسن، بضل الواحد يقول الحقيقه ولو ما بقي ولو بس نحن بحاجه لحتى بالسياسه يداوي يا ريما.
فيمكن الطبيب بالسياسة أحيانا بيزبط. أنا ما قلت أنه ما بدنا شخص طبيب بالسياسة، بالعكس كل مرضى بركة، كل واحد مرضه على قده، عرفت كيف؟ بس أنا قصدي أنه ياريت اللاماني بروفيسيونيل تبع الطب هي تكون الغالبة عليك أكثر من البوليتيك، هيدا رأيي الخاص. أوكي يوسف، دايما بتدهشني بعفويتك وكل يلي قلته كتير بلتقى فيه، كأنه في قواسم مشتركة أنا وياك، خصوصا لما حكيت أنه ذكرتني بوالدك الله يرحمه يوسف الخالي اللي كلنا بنعرفه من خلال كتاباته. الأسئلة الوجودية أنك بطلت تسألها على نفسك، تطرحها على نفسك، هيدي أول خطوة أنا برأيي للوصول إلى النضوج الفكري والفلسفي. هيدي عجبتني فيك يوسف. كارول بدي أعلمها عربي أنا وياك يا ريما. أنا كتير بحب الأستراليان أكسنت تبعيك، وأنا من يلي من الداعيات للثقافة في اللغات، بس بليز يعني في كتير بحبوك ما بيفهموا لا إنجليزي ولا يمكن ما بجعل، بس هي كانت واضحة بمحلات، مش دايما ريما كاركي موجودة 45 كلمة لا أنا كتير على الكلمة 10 كتير بحب ستايل تبعك. أنا قلت ليوسف إنه يقيد كم كلمة ترجمت؟ 45 دولار بيطلع لي مثلا، بس هلا ضرب 10 450 دولار. أوكي منيح، مش غلط. إذا بدي آخذ سلبية عن كل ضيف طالما كنت جدا إيجابية، مين بلش؟ فادي. لا أنا جولو بلا، يعني إنه حطوه بوضع يمكن ما بحب العمل السياسي. أنت وأنا حنعلم كارول العربي، وأنا ومنير حنعلمك العربي لأنه أنت على فرنساوي. لا ما فيك تقولي تعلميني العربي. لكن أنا طويلة إحنا نرد مع مش عم نفتي، بس عندك كريمة عندك توندونس على الفرنسية كمان. بتعرفي ليه؟ لأنه عم بقدم برنامج بثلاث لغات، عشان هيك على الإذاعة بأخذ لساني شوي، بس انه ما حدا بزيد علي بالحكي بالعربي، بحبها كثير اللغه. لا ما عم بنحبها بالرد، ما عم زيد، عم نقول الملاحظه. بدي اقول انا شغلي هلا صار فينا نجاوب. لا بعد ما فيك تجاوبي، كنت عم تقولي لي عن منير ريما، بدك تقولي لي شيء سلبي عن منير. شيء سلبي عن منير انه انا بحبك تطلع، مع انه كرافاتك رائعه والبينك لبقلك، بس تطلع هيك مرتاح بثيابك اكثر. ولا مره الا ما بشوفك انك هلا فايت على الاستوديو تذيع اخبار متشنج، مع انه اللي بيسمع صوتك وكلامك بلاقيك كثير مرتاح. بس اليوم متشنج؟ ما بعتقد متشنج. لا هو اليوم حاب يعمل لفتة الكارير يعني طلتك على مشان ما يفكروا العالم اني متشنج، كانك متشنج. هذا رايي بالنهايه، يعني انت فيك تسمع. بدي هيك كاجوال اكثر، بدي هيك كاجوال اكثر، بحبك كاجوال اكثر، بيشبه شخصيتك اكثر. كارول عم تنتقد حالها، تقول انه هي كثير ضعيفة، بينتقدوها الناس، بيقولوا انا اول ما شفتها قلت لها نيالك شو بتعملي لتضلي هيك سكيني. شيلي من بالك كارول انك انت سكيني، عن جد بحس ما في حلقه الا ما بتجيبي هالسيره، او يمكن المذيعات اللي معك بيسالوك هالسؤال صارت هاجس، يعني ما في حلقه الا ما بتحكي هيك. بعدين بيني وبينك زعلانه من هذا الشيء شوي، لانه هدول رسائل هلا بينك وبينه وانا بحبك وطول بالك علي، حسيت كانه فايته على الاستوديو وهيك مزعلتيه بالبيت وجاي. هلا حتردك انا. نحن هلا بيني وبينك هالحديث ولا كيف؟ لحالنا هلا بيني وبينك بالمشاهدين حسيت في تشنج. حترجع ترد عليكي من دون فضوليه ابدا بعد. يعني ابدا. كارول من دون فضوليه، بس شو قصدك انت وهادي؟ كارول من دون فضوليه، شو الحكايه؟ جاي زعلانه. لا بصراحه لانه هي حبهم بزق هيك فيه وزعل فيه. ريما اعطيني فكر يوسف. بس بدي اقول انه كارول فتحت لنا المجال نسال، لما قالت انه بحبك بس طول بالك علي، شفافه. يوسف يوسف جان بروميير، جاوبتك جان بروميير. انت كثير انا حريصه انه يضل هيك شكلك مثل ما انت، حلو وعلى احلى. والناس بتحكي عن مهند انه خليه يضل بتركيا، عنا يوسف الخال بلبنان. بس شغله مهمه بقول لك اياها، شويه هيك اجرين على الارض اكثر. ريما في شيء بعد بدك تقوليه عن الحلقه؟ بدي اقول عنك انت، انا شفته على الارض ما بعرف انت. ريما قولي ويا ويلك اذا كان ما منيح. لا ما انت اعطيتيني الامان، شوفي انا شو موضوعيه. دخيلك ما تعجلي، ما عم بلحق عليك بالحكي. يا الله هيدا بحكي بسرعه، بعتقد الحق على البروديوسر، عم تقول لك خلص الوقت. لا مش حق على البروديوسر، هي بتشتكي من سرعتي كمان، لكون للامانه شوي 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 قلتي هي بتشتكي من هي بتشتكي من سرعتي كمان للامانه. بس هيدي بحاجه الك ولفادي ولمنير ولكارول وليوسف، وما بتزبط. لا تعجوني ما بتزبط. اكثر حدا بيقدر يعلمك منير، لانه معود على الالقاء هيك الوقور والهادي على الايقاعي النشره. اي ما في شك، شرف الي على كل حال. شرف الي، احنا قلنا حق ناطر. خلينا نشوف الرد ولا صعب؟ يلا اكيد. لا فيكي انت، مش في انا هلا تحت الهواء اذا كانوا منيح. مش تحت الهواء، اذا منيح اذا منيح على راس الهواء، مش تحت الهواء. خلينا نشوف. معلش كلمه صغيره بس بحق لنا، يعني بتحب تقول شيء؟ ما هلا بشوف. تفضل قولي انت.
بالانجليزي بدي اقولها. يلا say it in English. We are proud of you. لانه نحن بنعرف انه انت عملي كذا حلقه قبل هالحلقه و you came on top. Thank you. وانا I'm proud of you. Thank you. بس. It was very short. تسعيلي اكثر بحكي اكثر. طلع لي هلا من يوسف. Thanks a lot كارول. Really. خلينا نشوف ردك فادي بدقيقه على ريما. لا انا مؤمن انا بالسياسه لاني انا بحبها ما حدا حطني فيها، هذا قرار انا اخذته، بس انا اؤمن بالنظافه في السياسه. منير حلو، انا بس بشكرها على الكلام الطيب اللي قلته وهول الايجابيات، السلبيات انه الثياب ممكن يتغيروا ثياب، بس انا دائما انا بقولها كاني جاي بثياب الشغل، يعني الطقم جاي بثياب الشغل يعني مرتاح فيهم فما في مشكله، بس مره ثانيه بوعدك انه اذا في حلقه مثل هيك حلقه حلوه بدي اجي ديكونتراكتي ما هيك؟ لا عادي يعني ديكونتراكتي كارول شكرا. انا بوقف انجليزي وقت اللي كنا موقف نحكي فرنساوي وانجليزي. يوسف الايجابيات ريما بتعرف هي صديقه العائله من سنين، بتخيل مش غريب انه كون عم بحكي هالنمط من الحكي، خاصه جاي عن قناعه وجاي عن تربيه وجاي عن بيت كثير بحترمه وردت منه كل هالامور وانا على قد المسؤوليه عم جرب كون. بالسلبيات استغربت تفاجات لانه انه خلي اجريك شوي على الارض، هن كثير على الارض ما بعرف ليش عندها الامبرسيون، بس بحترم كل شيء قلته اكيد. اكيد ماشي على الهواء من شوي حسن. خلينا نشوف تصويركم لصالح مين، تفضلوا بلا تصوير. هلا بنصور؟ اي نعم. خلينا نشوف التصويت اذا كيف توزعوا الاصوات. فادي كارتك، منير كارول كارول نقت يوسف، منير نقى فادي، فادي نقى منير، ويوسف نقى كارول. شفتوا كيف؟ مش هيك انا ما كنت عندنا حالة هيك تعادل قصوى مثل ما بيقولوا، بس ايجابي مطلقة. ايجابي طبعا، ايجابي هذا الشيء. سكند راوند بهيدي الحالة، صوتك اللي بيحسم لصالح مين الانتخاب؟ انا كمان امام صعوبة اختيار كثير كبيرة، بعطي صوتي لدكتور فادي كرم. بعطي صوتي كلها بالسياسة اخر شيء بتزبط، مش معقول هالشغلة. لا لسبب انه اقل حدا بعرف. عندك حدا بالشمال يا ريما؟ ابدا اقل حدا بعرف. وانا بدي ضم صوتي لريما، بتعرفي ليه؟ لانه ما بنعرف شيء بعد عن دكتور فادي. فعلا انا كمان ريما اخترتي فادي، فادي بيسال او بينسال؟ فادي يسال. فادي يسال كمان. فادي تفضل. عندك؟ نعم. أفاجئكم أحبائي المشاهدين أني أنا صرت محل ريما، بس بعدني مصر أني أبقى سياسي. رح أوجه أول سؤال ليوسف. تفضل. يوسف، قديش بتعتقد جمالك كشخص هو أدفانتج لإلك؟ أكيد ساهم بكثير من الأحيان، ولكن كل سعي لأني أبرز الموجود جوا أكثر من ثقافة وعمق وتفكير، لأنه الشكل اللي برا رايح اللي رح يبقى هو من جوا بس. كثير منيح. كارول تفضل. بكل صراحه ليش هالقد سلبيه؟ متكل عليكم تحولوا الجو السلبي. بكلك علي بمحله يعني. بس ما فيني اضمن الكل. منير، انت بتعمل انترفيوز بالسياسه، ومن اصعب امور هي السياسه. قديش بتعتقد انك اخترت مجال بمحله وبناسبك؟ بتعرف هلا انا انسان بالحياه العاديه انسان طبيعي وعادي، وما كثير بحب تابع سياسي لدرجه يعني التخمه، ولكن المجال اللي اخترته حبيته وانا فايت فيه يعني كاعلامي سياسي، وحابه حتى ان ياتي عرض اخر. كثير منيح. ريما، من اصعب اسئله ممكن نوجهها، يعني عم فتش هيك على سؤال لانه انت درتي الحلقه، بس عم فكر انه قديش انت هي الحلقه اما هالبروجرام اللي عملتيه
كنت مقتنعة فيه ولا انطلب منك؟ لا، هذا البروجرام مقتنعة فيه كثير، لأنه برناديت عبده وأنا سوا حطينا الفكرة، وهذا الشيء بشرفني أنه أكون إعلامية بساهم بفكرة برنامج وبشتغل عليه، وبيطلع إذا بدك روحك واضحة بقلبه، لدرجة أنه أحيانا أنت بتستطرد اللي حضرته وبتروح على محل تاني، ففي فريدم أو حركة فريدم أو ليبرتي مثل ريما أكثر بكثير بتعطيك مع ضيوفك. لا، هذا الشيء منك خيار، وفعلا بيشبهك البروجرام إيجابي ولا سلبي هي؟ ما أنت جميلة وهو جميل. مرسي. على كل حال ريما، بدون زعل لمين؟ بدون زعل بحب وجه سؤال أو تساؤل لبل تمني إلى نقابتي، نقابة المحررين يلي نقيبة الجديد الله يطول بعمره وبعهده الأستاذ اليسعون. بحب أقول له من دون زعل، عجلنا بالقوانين والقرارات الجديدة، خلينا نمسك هالغربال مثل ما لازم، ونغربل الإعلاميين والإعلاميات، الصحفيين والصحفيات، مني وجر، لحتى ما يبقى إلا الأفضل، لأنه بالنهاية لبنان يستحق من هو أفضل. من دون زعل. بدون زعل مشاهدينا، كل أسبوع بنفس الوقت من هلا لوقت تتذكروا أنه أكبر مشكل ممكن ينحل بدون زعل. نحكي بدون زعل ونطرح الأفكار، كل شي رح ينسال لنكشف الأسرار. نحكي بدون زعل ونطرح الأفكار.